يترأس اليوم رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي ونظيره الأردني عمر الرزاز في القاهرة أعمال اللجنة العليا المشتركة في دورتها 28. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا مراسلنا محمد الحمراوي. محمد، ما الذي سيتضمن في هذه اللجنة؟ الكل يعلم أن هناك علاقات استراتيجية متنامية جدا بين مصر والأردن، فماذا في التفاصيل؟ نعم، بالفعل هي استمرار للدفع العلاقات بين البلدين، خاصة في مجال الاقتصاد والتعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية. وبالتالي اليوم الدورة 28 بين للأعمال اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة تعقد برئاسة رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي ونظيره الأردني عمر الرزاز في القاهرة. هذه الاجتماعات التي ستبدأ الآن بجلسة مباحثات ثنائية بين رئيس الوزراء المصري ونظيره الأردني، بعدها سيكون هناك جلسة مباحثات وموسعة تضم وفدي البلدين للنظر فيما يتعلق بأعمال اللجنة التحضيرية المشتركة بين البلدين وما طرأ فيها بالأمس خلال وجود الوزراء من الجانبين المصري والأردني. بعد ذلك سيكون هناك توقيع لمحضر هذه الاجتماعات والدورة 28 للجنة المصرية الأردنية العليا المشتركة. هذه اللجنة التي بحثت سبل دفع العلاقات وتعزيز التعاون بين البلدين، خاصة فيما يتعلق بمجال الاستثمار. مصر أشارت إلى توفير المناخ اللازم الآن للاستثمار وحزمة من التشريعات والقوانين، خاصة قانون الاستثمار الجديد. وكان هناك جولة أيضا للوفد الأردني مع وزيرة الاستثمار المصرية في مركز خدمات المستثمرين، وبالتالي هناك سعي لتعريف الفرص الاستثمارية الموجودة في مصر الآن ودفع هذه. في ظل ما ذكرته، هل من كلام عن مشروعات محددة سيتم توقيعها في هذه المقابلة؟ يعني بعد توقيع محضر الجلسة الخاص باللجنة المصرية الأردنية المشتركة سيكون هناك توقيع لعدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم تشمل التعاون في مجالات مختلفة، أبرزها ما يتعلق بمجالات الطاقة والاستثمار في الموانئ والمناطق الحرة وكذلك الإسكان والصناعات الغذائية. هذه أبرز المشروعات التي يعني تم الاتفاق على المضي قدما فيها في هذه المرحلة، تمهيدا لتعزيز ذلك التعاون خلال الفترة الماضية بما يرقى بطموحات البلدين. حجم الاستثمارات حتى الآن بين البلدين يعد ضعيفا للغاية بالنظر للمقدرات الخاصة بالدولتين والعلاقات بين القاهرة وعمان، وبالتالي هناك اليوم عمل على دفع هذه العلاقات. هناك استثمارات مصرية في الأردن تصل إلى مليار دولار، والاستثمارات الأردنية في مصر تصل إلى 600 مليون دولار فقط، وبالتالي يتم العمل على دفع هذه العلاقات وتعزيز ذلك التعاون من خلال هذه الأعمال الخاصة باللجنة المشتركة بين البلدين. شكرا جزيلا زميلنا من القاهرة محمد الحمراوي.